كلمة هذا السؤال وجاري لنا إذا x الري نجمع حلول المتشابهة x زائد x 2x زائد 1 ناقص x الري ناقص 2x ناقص 2x ناقص 4x زائد 4 نشيل الأقواس x الري زائد 2x زائد 1 ندخل إشارة السالب الموزعها سالب في الموجب سالب x الري سالب في السالب موجب 4x سالب في الموجب سالب 4 إذا موجب x الري حيروح بين سالب x الري نجمع الحدود المشابهة نجمع 2x و 4x 6x موجب 1 وسالب 4 سالب 3 طلع 3 عام مشترك حيصير 2x ناقصا 1. هنا نحل هنا الموضوع الثاني صفحة 40 2 2 حل تمارين تأكد من فهمك بيتم شوف السؤال الأول حلل باستعمال جي سي اف العامل المشترك الأكبر factoring by using the greater common factor العامل المشترك الأكبر. إذا هنا بالنسبة الرقم 1 9 x تربيع ناقص 21 x بالنسبة للأرقام نختار أصغر رقم يقبلون القسمة عليه الطرفين بالنسبة للمتغيرات بأصغر أس. إذا هنا عندي 9 و 21 أصغر رقم يقبلون القسمة عليه هو 3 والإكس هنا نختارها 3 x نفتح قوس 9 تقسيم 3 3 x تربيع يروح x تبقى x وحدة ناقص 21 تقسيم 3 7 x راحت ويا الإكس. إذا عندي GCF GCF هو 3x العامل المشترك الأكبر نحقق نوزع 3x على القوس 3x في 3x 9x تربيع ناقص 3x في 7 21x. السؤال الثاني أيضا عندي 10 ناقص 15y زائد 5y تربيع انتبهوا هنا أن الحد الأول ما بي y إذا ما أختار متغير y فقط الأرقام هنا نستخرج العامل المشترك أصغر رقم هنا 5 5 افتح قوس 10 تقسيم 5 2 ناقص 15 تقسيم 5 3 y زائد 5 يروح تبقى y تربيع اذا جي سي اف هو 5. هنا 14 زد اس 4 ناقص 21 زد تربيع ناقص 7 زد تكعيب بالنسبه للارقام اصغر رقم هو 7 يقبل القسمه عليه وزد تربيع 7 زد تربيع افتح قوس 14 تقسيم 7 2 زد أس 4 يروح زد تربيع يبقى زد تربيع ناقصا 14 تقسيم هنا 21 أسف تقسيم 7 3 زد تربيع راحت ناقصا 7 تقسيم 7 راحت بقى لي زد واحدة زد تربيع زد تكعيب يروح زد تربيع تبقى زد واحدة. هنا جذر 8 تي تربيع ار زائد جذر 2 مضروبة في تي ار تربيع ناقصا جذر 3 تي ار. هنا نحلل جذر 8 2 جذر 2 تي تربيع ار زائدا نوزع جذر 2 على القوس جذر 2 تي ار تربيع ناقصا جذر 2 في جذر 3 تي ار. اذا هنا العامل المشترك جذر 2 بجذر 2 بجذر 2 بالنسبه تي تربيع ار وتي وتي هنا تي اس 1 وار اس 1 افتح قوس 2 حتبقى تي تربيع يروح تي تبقى تي وحده الار راحت زائدا جذر 2 راحت تبقى تي راحت ار تربيع يروح ار تبقى ار وحده ناقصا جذر 2 راح بس ينزل جذر 3 ينتهي والآر راح. هنا التحليل باستعمال ثنائية الحد 3 y سؤال 5 افتح y ناقصا 4 ناقصا 5 في y ناقصا 4 ايضا الموضوع سهل. هنا نختار ثنائية الحد هنا هذا y ناقص 4 y ناقص 4 نستخرج عامل مشترك وليبقى هنا نفتح قوس 3 y ناقصا 5. سؤال السادس 1 على 4 في تي زائد 5 زائد 1 على 3 تي تربيع تي زائد 5 اذا عامل مشترك تي زائد 5 طلع نستخرج عامل مشترك وليبقى 1 على 4 زائد 1 على 3 تي تربيع.